قصف شديد ما وقف وابن القضية لم يخف ولم يفر وما استكان ولا يهاب ولا ارتجف شيخ الزمان وطفله من ماء عزته اغترف وبربه المولى استعان وبالحثالة قد عصف وتراهم وقفوا جميعا في قتال يهود صف وتراحموا وتكاتفوا فالنصر تحقيق الهدف إما استعادة أرضنا أو للجنان غدا أزف ويهود جند مذلة وقتال حيث تم استهداف المستشفيات والمعابد والمدارس والمخيمات وسيارات الإسعاف وبشكل وحشي وبربرية لا مثيل لها في التاريخ وبقاء العالم أمام هذه الوحشية صامتا أمر يخجلنا جميعا وقد تم هدم غزة تقريبا كليا وبينما الدول الغربية لم تناشد حتى بوقف إطلاق النار ولو نظرنا إلى حادث شارل هابتو الذي قتل جراءه عدد قليل من الناس بينما خرج قادة الدول لمسيرة وسط باريس بينما الآن يقتل الآلاف في غزة ولا أحد منهم يحرك ساكنا هذا ليس عجزا فحسب بل هو حالة جبن وفقدان للضمير ولا شك من يسكت عن الظلم هو شريك في ممارسة الظلم على قدر المساواة وبالتعاون مع إخوتنا المصريين قد أرسلنا 10 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مطار العريش ويوم أمس انطلقت سفينة مدنية محملة ب 666 طن من المساعدات الإنسانية واليوم ستصل ميناء العريش وأنه لابد من إحداث صندوق تحت سقف منظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار غزة ويجب أن يعلم الجميع نحن سنبذل قصارى جهدنا في تركيا من أجل إحياء وبناء غزة إخوتي الأعزاء يجب أن نكون على حذر في حماية القدس الشريف لأن إسرائيل تحاول فرض الأمر الواقع على الحرم الشريف لتنفيذ خطتها فإن كثير من الدول بما فيها تركيا وغيرها في المنطقة نعلم بأنها تسمع ونجد بأنها منتشرة المقولة المزعومة أيضا الأرض الموعودة ونحن نقول أن القدس دائما خط أحمر بالنسبة إلينا ونحن نتمنى بأن تصل القدس والفلسطين إلى أيام السلام والهناء السابقة في الماضي وأدعو الله أن يكون عوننا جميعا وفي هذه الكلمات أنهي خطابي وأترحم لإخوتنا الشهداء في فلسطين وأسأل الله الشفاء العاجل للجرحى وأتمنى أن تكون هذه القمة الاستثنائية وسيلة للخير للعالم الإسلامي برمته وأشكركم جزيل الشكر.